traduction directement. Voilà, après cet exposé, je vais essayer de faire une conclusion. Une conclusion, jusqu'à présent, j'ai toujours fait des conclusions pour très axées sur les années sous examen. Cette fois-ci, je voudrais plutôt revoir un petit peu le contexte général de l'économie nationale. اختيارات استراتيجية اللي تحكمت فيه، وهذا شيء أنا سنعتقد أنه هو اللي تيعطي المغرب ذاك الإقبال اللي عنده أو الإشعاع اللي عنده دوليا والدعم اللي عنده دوليا لا من المنظمة الدولية ولا من الفرقاء دوليا ديال الدولة المغربية. إلى كل شيء تعرف أن الفين جالس من الفراج أو واحد المرحلة جديدة لا من ناحية سياسية العامة لأنها كانت فيها قطيعة مع واحد النمط ديال التدبير السياسي ديال المجتمع اللي كانت تحكم فيه بعض الأوقات واحد التصورات محافظة إذا بغينا نقولوا، وأصبحنا منفتحين على واحد الآفاق اللي هي أكثر انفتاح على القوى الفاعلة في المجتمع، واللي لا من ناحية ديال الإصلاحات اللي كانت ذات البعد المجتمعي اللي كانت، ولا من ناحية الاقتصادية اللي مشات واحد النمط او واحد المقطع يعني تكثيف ديال الاستثمار وتكثيف الاستثمار في البنيات التحتيه الاقتصاديه والاجتماعيه اللي عطات واحد الافاق للاقتصاد المغربي باش يبني الاسس ديال الامكانيات ديال التطوير ديالو هي الانتاجيه ديالو وهذا كانت هذه الاستثمارات كانت تتاخذ تقريبا ثلث ديال الناتج الاجمالي وهي من اكبر الاستثمارات اللي كاينه في العالم اللي في واحد المده ديال 12 سنه او 13 سنه بقات موجوده وبقى هذا المجهود وهذا المجهود اعطى واحد نتائج انه اعطى واحد دفعه لاستيعاب العجوزات الاجتماعيه والمجاليه اللي كانت عند المغرب بحيث الاستثمارات كانت في جميع الاقاليم اللي كانت مهمشه عاده بحال الاقاليم الشمال والاقاليم الجنوب ولا الاقاليم ديال بحيث كان واحد النوع ديال التوزيع ديال كذلك ما بين الباديه والمدن كذلك بالنسبه لي زاجون ايكونوميك كي اون ايتي العاملين الفاعلين الاقتصاديين في العمليه اللي ما بقاتش غير الدوله ولا الدوله كانت قاطره ولكن حاولت تدمع
مش المقابله عن طريق البروغرام الكونترا بروغرام الى اخره، حاولت تدمج كذلك الكوليكتيفيتي لوكال الجماعات المحليه، حاولت تدمج كذلك المجتمع المدني. واذا كان هناك واحد العدد ديال التطور نوعي في النوع الكيفيه ديال التدبير اكثر انفتاحا ديال الاقتصاد بالمواجهه مع الاقتصاد مع الجوانب السياسيه اللي كانت مبرمجه بواحد الشكل اللي كان عقلاني في الحقيقه، لانه كان الاستثمار اللي اعطى البلاد واحد الجاذبيه، استثمار في البنيه التحتيه والتوزيعها وكذلك الجوانب الاجتماعيه اللي اعطت واحد جوج اشياء، انها اعطت ان التشغيل انخفض نوعا ما، واخا ما انخفضش واحد الكميه قويه، ولكن راه جبنا من 16% ل 8 9%. كذلك هذا التوزيع الجغرافي والتوزيع والاستثمار وزع ايضا الدخل بواحد الكيفيه مجاليه اللي جعل انه واحد العدد ديال القطاعات او واحد العدد في شي بوادي او واحد العدد ديال المناطق اللي صبحت تولج لواحد الخدمات اللي ما كانتش كتكون عندها ديال الماء والطرقان الثانويه الى اخره. هذا النوع ديال اعطى وتوج واحد الوقيته داز لواحد المرحله ديال الاصلاحات المؤسساتيه لا ريجوناليزاسيون الجهويه اللي بدات الى كان الكرو بدات قبل، وكان لانه كان المفروض انها الجهويه ثم الدستوريه العامه بظروف اللي كانت ديال الصيروره ديال المجتمع جعلت انه تدمجت في الحقيقه هذه الجهويه مع الدستور اللي اصبح الاصلاحات الدستوريه تتدخل الجهويه كعنصر من عناصر ديال او كمقتضى من المقتضيات الدستوريه، وفي نفس الوقت الدستور جاب اشياء اللي ركزت بعض الاصلاحات اللي كانت بحال دابا القضيه ديال اصبحت التوازنات الاقتصاديه مقتضى دستوري، اصبحت القضيه ديال ادماج العاملين الاقتصاديين والمجتمع المدني والمرأة والى اخره كذلك مقتضيات دوليه. اذا مشينا في واحد التوجه اللي في الحقيقه وصلنا لواحد المستوى 2000 يعني بعد جعل المغرب انه من بعد الازمه ديال 2008 في العالم استطاع يبقى مقاول، وبالتالي الان حنا في واحد المرحله اللي يمكننا نقولوا ان الاختيارات الاساسيه كانت روبيش صلبه متينه عندها القدره ديال الان حنا في واحد المرحله الاقتصاديه اللي خصنا التدبير ديال هذه المرحله، ندوزو من المرحله ديال استراتيجيه اللي هي تعطات ومشات الى مرحله ديال تدبير الثمار او التدبير الواقع اللي خلق جديد من هذا، اي اننا ندوزو من مرحله الاستثمار في البنيات اللي خصو يبقى ماشي لانه شيء العجوزات اللي كانت عندنا في الميدان خصنا نبقاو تنستوعبوها ريزولفي نحدو منها وفي نفس الوقت ننتجو الاستثمار
في قطاعة المنتجة. القطاعة المنتجة اللي ماشي هذه قضية الدولة. هذه قضية ديال الخواص والخواص الوطنيين هذا المرحلة المفصلية جاءنا في واحد الوقيتة اللي في ظروف دولية مساعدة. علاش مساعدة؟ لأنها جاءت في ظروف اللي النفط كما قلنا أسعار ديال النفط ديال المواد ديال الطاقة انخفضت، الأسعار ديال المواد الأولية غير ديال الطاقة انخفضت، كاين واحد النوع ديال واحد الانفراج، واحد ليكليس من بعد واحد المدة ديال هذا، واحد النوع ديال ليكليس كاينة عندنا اللي جعلتنا أننا في موقع ديال نديرو بعض الإصلاحات بدون ما يكون التأثير ديالها داك التأثير اللي كانت يمكن يكون أصعب تحملا، وهي مثلا ديال المقص. فالمقص الوضع اللي كاين فيها اللي كاين هذا الوضع الدولي أو المناخ المحيط بنا جعلتنا أننا نديروا هذا ونخفوا على أنه نتهموا في التوازنات الماكرو اقتصادية. هاي خاف نخفضوا من الميزانية ديال الدولة، نخفضوا من العجز ديالها، وراكم تتعرفوا أننا خفضنا هذا العجز من 5.5 إلى 5.4 وغادي نوصلوا 3% في 2016. كذلك بالنسبة للميزان ديال الأداءات غادي نوصلوا 3.3% وديال بطبيعة ديال الميزانية 4%. هذا الشيء هذا تيعطينا واحد ولكن هذا الانفراج ماشي معطى قرار، ماشي معطى قرار بأن النفط مادة غادي تبقى دائما واحد المادة مقارنة مطلوبة بزاف، لأنها ماشي غير مادة ديال الطاقة ولكن مادة أيضا أولية لواحد العدد ديالها. كذلك واخا بعض الظروف الآن بحال الاستغلال ديال الشيست في أمريكا أو الانخفاض ديال الوضعية أو الاضطرابات اللي كاينة، انخفاض ديال إثر الأزمة الدولية، انخفاض ديال استهلاك الإنتاج بالبلدان كاملة، وجعلت بأن كاين واحد الفراغ. ثم كاين ظروف جيوستراتيجية اللي تجعل أنه كانت أنك كاين بالنسبة لعدد ديال الدول أنه في الشرق الأوسط ما قدروش يحدوا من الإنتاج ديالهم، لأنهم ماشي لأنهم غير خوفانين يفقدوا بعض لي مارشي بعض الاسواق، ولكن ايضا لانهم عندهم اغراض جيوستراتيجيه معينه لموقعهم للحفاظ على موقعهم السياسي. ولكن هذا الشيء هذا هو مهدد في اي وقت باش يتغير تماما. يعني فكروا انه غدا تكون لا قدر الله شي حاجه في العربيه السعوديه تيمكن يطلع الاسعار بواحد الشكل فظيع، فكروا انه غدا يكون
واحد الوضع جديد فين كنت تغير الوضع. ثم واخا ما نقولوش في هذا التوجه الدراماتيكي ان الوضع الدولي او الاقتصاد الدولي يتعافى نوعا ما، لانه بدينا نشوفوا الى حد الان وهذا شيء اللي ان الى حد الان يدخل الازمه الوسائل ديال الخروج من الازمه حتى شي واحد مازال ما استطاع يضمها، حتى واحد ما استطاع يضمها، لانه كانت علاجات اللي هي ذات اعطت مشاكل ديال الاستهلاك ديال البوصات حدات منه. كاين بدات تعطي واحد الشيء اخر، هي انه بدات صعود تيارات راديكاليه جميع المناطق اللي هي تتبنى واحد تصورات دينيه غير ذات، او اللي هي تتبنى واحد تصورات عرقيه او تصورات ماشي غير تبني تشوفوا ما يجري في الشرق وراه ما يجري في الغرب، راه اختاروا من ما هو تيجري في الجنوب، لانه تيهدد الانفجار ديال واحد العدد ديال المجالات الدوليه اللي وصلت باش عافت واحد الاستقرار، واحد الاستقرار وادات الى نمو متصل ديال العالم وادات الى استقرار ديال العالم. اذا راه حنايا في واحد الوضعيه اللي انا تنقول مفصليه، لانه راه ما عرفنا شيء شنو غادي يكون. لهذا فنحن مطلوب منا ولو كطريقه منهجيه، او بحال هذاك اللي قلت لدود بيتر، يعني منهجيا خصنا نكونوا حاضرين، الحضار هو فروض علينا ولو منهجيا اننا نكونوا حاضرين بالنسبه لما هو اتي، وبالتالي خصنا نكونوا اولا ما نكونوش نتخوفوا من يعطى فكرة واضحة عن الواقع ديالنا، ما نكونوش كنعرفو داك نتقطعو قطع قطيعة مطلقة مع داك النوع ديال الفكر السحري اللي تيخاف من كل شي حاجة قبيحة تقطع، أو اللي تيخاف أنه من كل عام من كل وضع من كل تحليل للوضع على اساس انه كيمكن يكون فيه تشاؤم. المهم ماشي هو التشاؤم، خصنا نكونوا هذه الكلمه معروفه متشائمين فكريا متفائلين عمليا، خصنا نكونوا تنستحضروا الواقع والخطوره ديالو باش يمكننا نكونوا في عملنا واخدين بعين الاعتبار المستقبل بتفاؤل، لاننا تنحضروا له متفائل. ولكن حين نشوفوا هذا خصنا نشوفوا شنو اللي كاين. اللي كاين هو انه رغم هذا الوضع هذا وما اعطانا من الامكانيات الان، فخصنا نشوفوا بانه المعدات او الطب المعتاد ديال النمو ديال القلق الداخلي اللي كان تيدوز اللي كان من 6% تيكون تيتطور
Alors, certes, il y en a des très faibles, très très monstrueux. Voilà, Jacques, latin, parce que l'être latin, c'est bien, très là, c'est des lettres. C'est un latin, c'est un latin, parce que l'être. Ouais, tel qu'il y a le schisme, les quatre produits, c'est une saga, produits scorsés, c'est un acte bien, mais c'est pas celui-là, il fait un peu de temps, il fait un peu de temps, il fait un peu de temps, il fait un أهمية بالنسبة لما نحن بصدد هي أنه الاستثمار والنمو يوجد حقوة نوع ديال ليسود نوع ديال الارتكاء الدعاية أو الحديثة فالمعدل السنوي ديال الاستثمار اللي كان حدود دائما حدود 33-34% بدات ينخفض لوصول 30% ديال الناتج الاجمالي اللي كنا تنتهي انه المجهود ديال المجموعه الوطنيه غير مستثمر التي يكون المجهود ديالها اقل في حين أن النمو اللي كان تحت هو تيعرف منذ 2008 واحد نزعة فاضية دير هذاك الجرافيك اللي كنا سوينا فالقطاعات غير الفلاحية اللي كانت هي سند ديال هذاك النمو ديال النمو اللي كانت تتقن هي السند ديال النمو ولات حتى هي تتعرف واحد الصعوبه باش تعاود تسترجع الانعكاس ديالها فالنمو ديال القطاعات غير الفلاحيه دارت 5% ما بين 2000 و 2007 3.2 منذ 2008 وداز 2.1% خلال 3 سنين إذا تشوفوا هنا واحد فيحص القطاع الفلاحي لكن كل شيء اللي نعمله أفضل شيء يسجل Thank you.
في هذا المناخ العالمي هذا الظروف في هذا السياق تمكن نقولوا واحد الشيء اللي هو الأساس كيفاش نغتنموا هذا الفخار أو هذا النوع دي طبعا يمكن شيء نغتنموها مجرد قولوا أجي نغتنموها باش نهبطوا توازنات شيء توازنات ديال الميزان خصنا نحاولوا اننا نحاولوا على التوازن لان شيء اساسي ولكننا خصنا نكونوا دايرين اننا نغتنموها باش نستمروا داك الاختيارات استراتيجيه نعطيوها الافاق ديالها اللي خصها تعطيها باش نتجاوزوا المرحله ديال طريق النمو الى طريق الصعود وقدمات وبالتالي هذا ما يمكنش يدرس لاننا المسائل ديال الحسابيه وانما مسائل نوعيه اي الاصلاحات الاصلاحات البنيويه الاصلاحات البنيويه اللي الان مطروحه علينا والا غادي نبقاو كيف اللي شفنا حيت جينا شي فلاحه مزيانه تطلعوا ب4 2 ونص ولا شيء وفي الحيط تكون تحسنا متوسطا نزودوا 2 ونص تجيبوا بحال هكا 4 سنة 2014 كنا 2.4 طلعنا دابا 4.3 نرجعوا نعاودوا 2.6 ونحمد الله اللي كاين شي حاجة من بعد خصنا نطلعوا لا تيخصنا يكون عندنا ذاك السوتونابيليتي ديال وبالتالي خصنا استثمارات في الفلاحة ولكن استثمارات في الفلاحة وفي الصناعات وفي التكنولوجيا وفي القطاعات ديال اللوجيستيك وثلاث القطاعات اللي تتحسن الظروف ديال الاستثمار تتحسن الظروف ديال المقاولات باش تستثمر المقاولات وباش يكون روح المبادرة الفردية وروح التثمين لا بادر ريزاشي ديال لي فور وهذا ملي تقول المقاولات ما ماشي دائما الناس تخمم المقاولات هي شي واحد غاني كبير عنده فلوس كتجي تقول له هذه خرج لك باش تكون هي شي مقاولات لا المقاولات راه المغامرة ديال اللي ما عندوش بزاف في الإقامة لأنه عنده فكرة باغي ينجزها لأنه بغى يولج واحد القطاع جديد بغى يخلق واحد خدمة جديدة للمواطن وما خصو شيء اللي تيقول له هذا خصك تاخذ الإيد وهذه إمام الدكتورة شكرا مونكرافيوس وهذه سيجي بهذا الشكل ولا غيره كيخصك كذلك كيخصك المناخ يكون مشجع كذلك الأبناء أنها ما تتعتمدش على لا غارونتي ريال ديال واش عندك شي ارض باش ولكن تعتمد على الجدوى ديال المشروع والقدرات ديال المدبر او المبادر في المشروع كذلك ديال الامكانيات ديال الولوج الوسائل الاخرى ديال التمويل اللي هي وسائل اكثر ماشي غير التمويل ما هوش الا الابناك كاين هناك بوكس كاين هناك طرق اليوم تستثمر ديال الاستثمارات غير ما بين المواطنين تيجمعوا وتكون هناك استثمارات بارتيسيباتيف او استثمارات اسمي واكو تشاركيه اذا هذه الاصلاحات اللي تدخل منها اللي هي الاساس هي اننا ندوزو خلاص من الهضره ندوزو الاصلاح ديال الربعيات الاصلاح ديال الزمان لانه راه ماشيين وغادي نبقاو تندورو وتندوزو وهذا كيفعل بهذا الشكل والاخر لاسباب ذاك الشكل والاخر ما كاين حتى شي اصلاح لكل شيء مباشره وايميدياتمون تيستبدل تبدا اصلاح كاين اللي تيستفيد ومقاتل وتيختار من بعد
وقال لي تيخدموا حسد وزيرة ولكن المهم وهو أنه تيعطي واحد تبع الاقتصاد والقدر والإمكانية تمويل الدخار في الاقتصاد المغربي اللي تجعله يوفر لإمكانية التمويل. هذا الشيء اللي هو أساسي. الجانب الثاني اللي تنعتقد أنه أصبح عنده واحد نوع ديال تيفرض السوق هو الإصلاح ديال الإدارة. راه النمط ديال التدبير للإدارة أصبح غير ممكن يبقى مستمر. لأنه سيوصل الآن تكلفة ديال التدبير ديال الإدارة توصل 20% من الناتج الإجمالي. في السنوات القبيحة ديال صندوق المخاصة كانت المخاصة توصل 65%، هذا راه 20%. وللفرض أننا دابا حنا ماشيين للجهوية وبغينا نديروا نفس النمط ديال التدبير في الجهوية اللي عندنا في الإدارة، هو راه غادي يكون شيء غير قابل للتحمل. إذن أصبح من الضروري أننا هناك مهام كما هي في الإدارة، وهناك مهام اللي ممكن ياخذوها خواص، ويمكن مهام اللي يمكن ياخذوها المجتمع المدني، وهناك مهام اللي تتخذ اللي فيها تتبر قوانين وانفتاح للمواطن اكثر منها ديال اللي تحتاج تدخل للاداره. كذلك عندنا القضيه اللي غادي تكون تتطلب دون شك واحد العمل اللي هي الاصلاح الجبهي او الاصلاح الضريبي، لانه من الاشياء القوانين الاساسيه اللي هي تشجع واللي هي تعطي واحد الجاذبيه كبيره واحد هو الاستثمار. وراه هو النطاق او النظام ديال النظام الضريبي راه ماشي غير هو يحسو واحد اولا كنتكلموا عن استقرار المغرب وحقا من حيث نقولوا على استقرار المغرب حتى واحد ما تيفكر في استقرار ديال النظام ولا استقرار سياسي ولا تيفكر اساسا في استقرار اقتصادي. استقرار اقتصادي راه هو استقرار ضريبه، حيث تكون ضريبه تشجع المبادره تتشجع الاستثمار تتشجع السهولة ديال الأداء ديال الضرائب ديال الاستفادة من الضرائب واحد الكيفية خصيصة، ولكنها كيفية اللي تجهل المستقبل ماشي تجهل الضغوطات اللي يمكن تخلق واحد المدونة معينة المستقبل. استثمار إصلاح ضريبي ديال المستقبل، استثمار ضريبي قابل للاستمرارية والدومومة، استقرار وكذلك اللي يمكن المستثمر أنه يعرف أنه عالي واحد الأداء كيفية عالية والطرق سهلة وشيسة وضامن أنه ما غادي يكون له حتى فيه تسديد ولا حتى شيء ولكن ما غادي ينزل عليه لأنه تدخل مشكلة ثانية. إذا كخلاصة لما بغيت نقول عندنا واحد اختيارات استراتيجية متينة. عندنا الآن مرحلة جاهزة فيها واحد الفراج الدولي صالحنا، ولكنه ماشي دائم، والواجب علينا هو أننا نستمر باش نعطي واحد ذاك
comme je l'ai chassé, c'est ça que vous avez dit, dès que je fais le rabat, vous le conseillez, أنه يعطي أكلات ديالو منتظرة منه وهذا هو ليس أعتقد روح الآن على 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 المغرب واللي المغرب كذلك الديمقراطية اللي تتمنى منها شيء صحيح تكون حقية وتكون شفافة وتكون لا 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 حسابات قبلية ولا فعلية معها ولكن تعطي في نفس الوقت أن واحد نوع من الاندماج ديال القوى الحية التي غادي تخرج من هذه الانتخابات أنها تكون عندها ذلك الشجاعة هي الإصلاح والشجاعة هي الحقيقة والشجاعة هي الشجاعة هي هي المنظور المستقبلي لعوض المنظور ديال الآن وهذا شيء اللي سنعتقد أنه ممكن فضل الرجالات والنساء ديال المغرب